بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في تاني محاضرة من محاضرات مقرر تحليل القوائم المالية. النهاردة هنتناول أول أداة من أدوات التحليل المالي، وهي التحليل الأفقي. كنا شرحناه سريعا المحاضرة اللي فاتت، وقلنا أن التحليل الأفقي هو عملية مقارنة ما بين سنتين. مقارنة إيه؟ مقارنة القوائم المالية أو بنود القوائم المالية. يعني إيه؟ يعني مثلا عندي قائمة دخل لسنة 2020، أقارن البنود بتاعتها ببنود مثلا سنة سابقة زي سنة 2019. تمام؟ هقارن إيه يعني؟ يعني مثلا أشوف المبيعات هنا كانت كام في 2020 كام، وأقارنها بمبيعات 2019 كانت كام. طيب المقارنة دي هنتج عنها إيه، أو هعرف منها إيه؟ هعرف مبدئيا كده نسبة التغير كام، 20%، 30%، 40%، التغير قد إيه. يعني إيه التغير؟ يعني الرقم كان كام في 2019 وبقى كام في 2020. وكمان اشوف اتجاه التغير. يعني ايه اتجاه التغير؟ يعني هل حصل زيادة ولا حصل نقص. يبقى اذا التحليل الافقي هو تحليل بيتيح لي ان انا اقارن بنود او عناصر القوائم المالية من فترة مالية لفترة مالية اخرى، يعني من سنة مالية لسنة مالية اخرى. لذلك المعطى دايما بيكون يا اما مثلا قائمة دخل او قائمة مركز مالي لسنتين على الاقل. لسنتين ايه؟ على الاقل. بهدف ايه؟ بهدف ان احنا ندرس قيم ونسب التغيرات اللي حصلت من سنة للتانية. تمام؟ يبقى اذا القانون اللي انا هطبقه عبارة عن ايه؟ لازم يكون عندي زي ما قلنا كده في المعطى بنود او قائمة دخل لسنتين على الاقل. هحسب نسبة التغير لكل بند من بنود سواء قائمة الدخل او قائمة الايه المركز المالي. احسبها ازاي؟ بنقول قيمة البند في الفترة الحالية اللي هي الفترة الاحدث ناقص قيمة البند في الفترة السابقة على قيمة البند في الفترة السابقة في 100. لما اعوض في القانون ده هقدر احسب نسبة التغير. تمام؟ هنشوف دلوقتي كمثال عملي ازاي بنطبق القانون. كمثال عندنا ادي قائمة ايه؟ قائمة دخل لشركة اسمها شركة النيل لعام ايه؟ 2018. ومديني كمان ايه؟ البنود بتاعت او الارقام الخاصة ب 2017. يبقى اذا لازم يكون عندي الارقام لسنتين على الاقل، 2018 و2017. ايه المطلوب؟ المطلوب ان احنا نجري او نعمل التحليل الافقي لقائمة الدخل اللي قدامنا دي. طيب انا هعمل ايه؟ همسك بند بند من دول، صافي الربح، تكلفة المبيعات، مجمل الربح، مصروفات بيع وتوزيع، بند بند كده بالترتيب. تمام؟ هزود على المعطيات دي عمودين، عمود اسمه التغير وعمود اسمه ايه؟ النسبة، واطبق في القانون اللي احنا شرحناه من شوية. طيب ادي الحل زي ما احنا قلنا. هنعمل ايه لحد هنا؟ ده اللي كان معطى في المسألة. هزود انا في الحل عمود اسمه التغير وعمود اسمه نسبة التغير. طيب وبعدين هطبق القانون. القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول قيمة البند في السنة الحالية ناقص البند في السنة السابقة على البند في السنة السابقة في 100. يعني ايه؟ يعني 300 ناقص 250، الفرق كام؟ 300 ناقص 250 يبقى الفرق 50. هحط التغير هنا او الفرق هنا. وبعدين هقول على، او اقسم، ارجع اقسم تاني على 250 اللي هي السنة السابقة واضرب في 100، فيطلع نسبة التغير كام؟ 20%. طيب البند ده تكلفة المبيعات 184، ده قيمة البند في السنة الحالية، ناقص 160 اللي هي قيمة البند في سنة 2017، يبقى الفرق كام؟ 24 على 160 تاني في 100. تمام؟ نفس الكلام 116 ناقص 90 يديني 26 على 90 يديني كام؟ 29%. وهكذا لحد ايه؟ ما كل البنود تخلص. في بنود هلاقي مثلا ان الرقم ما اتغيرش، 10 هنا و10 هنا، يبقى التغير هنا صفر، يبقى نسبة التغير ايه؟ صفر. وفي بنود ممكن تطلع بالسالب. ازاي؟ والله لو الرقم ده اكبر يبقى هيطلع الايه؟ الفرق هنا بالسالب. طب السالب معناه ايه؟ والموجب معناه ايه؟ السالب معناه ان حصل نقص في البند، والموجب معناه زيادة. وبعدين واضحة اهي، يعني مثلا صافي المبيعات في 2018 كام؟ 300.
طب كان في 2017؟ كان 250. يبقى زاد ولا ما زادش؟ اه زاد. يبقى نسبة التغير 20% بالزيادة. 20% ايه؟ بالزيادة. يبقى بند المبيعات زاد 20%. طب وبند التكلفة؟ زاد 15%. طيب بند مجمل الربح نفس الكلام، زاد 29%، وهكذا. لو طلعت سالب يبقى ايه؟ يبقى ده نقص او انخفاض في قيمة الايه؟ البند. طيب صافي الربح زاد كام؟ زاد 45%. طيب ممكن نعلق على او نفهم الارقام دي ازاي؟ والله الزيادة 20% في المبيعات قابلها الزيادة في تكلفة المبيعات كام؟ 15%. احنا عارفين ان قائمة الدخل ماشية كلها ايه؟ طرح، يعني صافي المبيعات ناقص تكلفة المبيعات يديني مجمل الربح، ناقص المصروفات يديني ايه؟ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب، ناقص الضرائب يديني ايه؟ صافي الربح. فمن التحليل الافقي هنا فهمنا ايه؟ فهمنا ان صافي المبيعات زاد 20%، كمان تكلفة المبيعات زادت 15، ده ادى الى زيادة في مجمل الربح كام؟ 29%. في عندي بنود ما اتغيرتش، المصروفات زادت 17 وصافي الربح زاد 44، الضرايب زادت 43%، وصافي الربح زاد كام؟ 45%. فنقدر نقول ان زيادة المبيعات وزيادة صافي الربح هي تعتبر زيادة ايه؟ مرضية، ان الشركة دي قدرت تزود صافي ربحها سنة 2018 عن 2017 ما قيمته كام؟ ما قيمته 45%، وهي زيادة كويسة. طيب المثال اللي فات كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل تحليل افقي لقائمة دخل. طب لو عايزين نعمل تحليل افقي لقائمة المركز المالي، نفس الخطوات بنفس القانون. يبقى التحليل الافقي هو نفس الخطوات ونفس القانون بستخدمه، سواء انا بعمل تحليل لقائمة دخل او بعمل تحليل لايه؟ لقائمة مركز مالي. برضو المعطى هيكون في شكل ايه؟ المرة دي بقى ميزانية، عندي اصول وعندي التزامات وعندي حقوق ملكية، ولازم تبقى معطال سنتين عشان اقدر اعمل تحليل افقي. ليه؟ لان انا بقارن ما بين فترة وفترة، ما بين سنة وسنة. في سنة حديثة بقول عليها السنة الحالية، وفي سنة سابقة بسميها السنة السابقة او سنة الاساس. تمام؟ هنعمل ايه لما نيجي نحل؟ هزود عمود هنا وعمود هنا، عمود اسمه التغير وعمود اسمه ايه؟ النسبة، زي ما هنشوف الحل. طيب هنيجي نحل ونعمل ايه؟ تحليل افقي لقائمة الايه؟ المركز المالي. زي ما اتفقنا لحد هنا ده كان معطى، العمودين بتوع 2017 2018 دول كانوا ايه؟ المعطى. هزود انا عمود اسمه ايه؟ التغير، وعمود اسمه نسبة التغير، وهطبق نفس القانون اللي احنا ماشيين عليه. هنقول ايه؟ قيمة البند في السنة الحالية ناقص قيمة البند في السنة السابقة على قيمة البند في السنة السابقة في 100. يعني ايه؟ يعني 8 ناقص 6 على 6 في 2. لكن الأول بعمل عملية الطرح، أقول 8 ناقص 6 وأحط الاتنين هنا في التغير، وبعدين أقسم على 6 في 100 وأحط ايه؟ النسبة أو نسبة التغير 33%. همشي بند بند 31 ناقص 26 هيديني كام؟ 5. أرجع أقسم على 26 وأضرب في 100 يديني كام؟ 19. 33 ناقص 26 هيديني 7. أرجع أقسم على 26 في 100 هيديني كام؟ 27%. هطبق القانون ده بالطريقة دي في كل البنود اللي عندي، حتى لو عندي مجاميع أو إجماليات برضو بعمل لها نفس الحسبة. تمام؟ هلاقي بقى مثلا هنا في البند بتاع الالتزامات طويلة الأجل دي 15 ناقص 21 كام؟ سالب 6. هنا التغير بالسالب أو بالناقص على 21 في 100 يبقى كام؟ 29%. دي نسبة التغير، والاتجاه بتاع التغير ايه؟ بالناقص، أو في انخفاض يعني في البند ده. البند ده كان في 2018 15,000، وهو كان كام في 17؟ 21. يبقى قل ولا ما قلش؟ قل. قل كام؟ قل ما قيمته 6,000 او 6 يعني، بنسبة كام؟ بنسبة 29%. طيب هعمل كده لكل البنود زي ما اتفقنا، حتى الاجماليات والمجاميع. وبعدين هبص بقى لايه؟ لخانة النسب دي. النسب اللي بالموجب معناها ان البنود دي حصل فيها زيادة،
النسبة اللي بالسالب معناها ان حصل انخفاض. طيب ايه معنى ان انا ابص كده الاقي ان كل مثلا الاصول المتداولة زادت، النقدية زادت 33%، العملة زادت 19، المخزون زاد 27، ونسبة الزيادة كلها في الأصول المتداولة كام؟ 24%. والله نقدر نعلق هنا ونقول إن طالما الأصول المتداولة زادت بنسب يعني تعتبر متوسطة، تمام، ده معناه إن الشركة هنا مستوى السيولة فيها قد يكون إيه؟ قد يكون جيد. نسبة النقدية أو نسبة الزيادة في النقدية كام؟ 33%. دي معناها إيه؟ معناها إن أنا مثلا الشركة بتقدر تبيع المنتج بتاعها وتحصل فلوسها، فبالتالي حصل زيادة أو في عندنا تراكم للنقدية بنسبة كام؟ 33% في 2018 عن 2017. الزيادة في العملاء معناها إن أنا ببيع آجل، بعت آجل بنسبة أكبر، وبالتالي عندي إيه؟ عملاء. الزيادة في المخزون معناها إن أنا اشتريت مخزون في 2018 أكتر من 2017. طيب والزياده في المخزون هنا دي معناها ايه؟ معناها ان انا ان شاء الله السنه اللي جايه ممكن بقى اتوقع او اتنبأ لما ابيع المخزون ده، تمام، ده هيدخل لي عوائد وهيعلي لي الارباح. طيب بنقول ايه مثلا في الاصول الثابته؟ الاصول الثابته زادت 12%، معناها ايه؟ الاصول الثابته لما يحصل فيها زياده معناها ان الشركه بتكبر وبتتوسع. يعني ايه؟ يعني الشركه لما يعني ايه الاصول الثابته؟ الاراضي والمباني والمعدات والمخازن. انا لما اشتري او ازود الاصول الثابته، يعني ايه اصول ثابته زادت 12؟ يعني ايه زادت 12؟ يعني زودت الاصول الثابته بتاعتي، يعني اقتنيت اصول ثابته زياده. مثلا كان عندي مبنى زودت مبنى تاني، كان عندي قطعه ارض اشتريت قطعه ارض اكبر. ده معناها ايه؟ معناها ان الشركه بتتوسع وبتكبر والطاقه الانتاجيه بتاعتها بتزيد وفي ارباح متوقعه في المستقبل. العكس لو لقيت انخفاض في الاصول الثابته، لما الاقي انخفاض في الاصول الثابته معناه ان هنا الشركه ايه؟ ممكن تكون بتنكمش، او الشركه ممكن تكون عندها مشكله سيوله وتعثر، مش قادره تسدد الالتزامات اللي عليها، فبتضطر انها تتخلى او تبيع جزء من اصولها الثابته، ودي طبعا علامه خطيره جدا. طيب نيجي مثلا للالتزامات. لما الاقي الموردون زادوا بنسبه 65%، الموردون دول ايه؟ التزامات قصيرة الأجل أو التزامات متداولة. ولاقي إن الالتزامات طويلة الأجل قلت 29%، التزامات طويلة الأجل قلت 29%، ده معناه إن أنا بسدد، إن أنا بدفع اللي عليا. كان عليا في 2017 21، بقى عليا 15. ليه؟ لأن سددت ما قيمته ايه؟ 6. يبقى أنا الإدارة هنا نجحت إنها تخفض الالتزامات طويلة الأجل بنسبة كام؟ 29%. طبعا ده بيدعم المركز المالي للشركة، كل ما اسدد او يعني اقلل من الالتزامات طويله الاجل اللي عليا، كل ما ده معناه ان مركز المالي بتاعي ايه؟ اقوى. طب الموردون اللي زادت 65%، الموردون ديت حتى لو زادت ده بيدل على ان الشركه شغاله وفي نشاط. ازاي؟ الشركه بتشتري وبتشتري اجل، معناها ان الموردين بيثقوا فيها وبيسمحوا لها بالشراء الاجل، وده معناه ان انا اشتريت بضاعة أو مواد خام في 2018 أكتر من 2017 بنسبة كام؟ 65%. ده معناه إن الموردين بتثق فيا وبتأتمني، وبالتالي أنا البضاعة دي ومواد الخام ديت لسه هرجع أبيعها، تمام، وهحصل فلوس، وبعدين هيبقى عندي عملاء وهحصل منهم الفلوس. يعني إذا دورة التشغيل أو دورة النشاط هنا إيه؟ شغالة. طيب إجمالي الالتزامات زادت كام؟ 27%. إجمالي الالتزامات زادت 27%، مش مشكلة قوي، لأن النسبة الأكبر راحة فين؟ راحة في الموردون اللي هي التزامات إيه؟ قصيرة الأجل. طيب حقوق ملكية حصل فيها زيادة 10%، ده معناه إن يعني المستثمرين أو حملة الأسهم أو ملاك الشركة زودوا حصتهم أو زودوا استثماراتهم في الشركة بنسبة 10%، أو إن حقوق الملكية زادت في 2018 عن 2017 بنسبة 10%. نتيجة ايه؟ نتيجة مثلا ان الشركة حققت ارباح، والارباح ديت اتضافت على رأس المال بتاع الشركة، فحقوق الملكية زادت، فدي برضو علامة كويسة عن اداء الشركة. ده بالنسبة للتحليل الافقي لقائمة الايه؟ المركز المالي.
طيب، تاني نوع أو تاني أداة من أدوات التحليل المالي هو التحليل الرأسي، أو ممكن نسميه الهيكلي. ليه بنسميه كده؟ أو إيه معنى التحليل الرأسي؟ معنى التحليل الرأسي إن أنا ببقى عايز أشوف كل مجموعة النسب بتاعت بنودها كام إلى الإجمالي بتاعها. فبالتالي إحنا بنعمله إزاي؟ بنشوف نسبة كل بند إلى بند آخر رئيسي في نفس القائمة. يعني مثلا أشوف الأصول، أمسك كل بنود الأصول هقسمها على إجمالي الأصول عشان أشوف نسبتها كام. أمسك مثلا الالتزامات، أشوف كل بند في الالتزامات أقسمه على إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية عشان أعرف نسبته قد إيه من المجموعة دي، أو الـ يعني إيه الهيكل بتاع الالتزامات مثلا متوزع إزاي، كام في المية موردين، كام في المية التزامات طويلة الأجل، كام في المية دائنين، وهكذا. يبقى إذا التحليل الرأسي هو عبارة عن إيه؟ أو بيتم إزاي؟ بيتم عن طريق نسبة أي بند من بنود القائمة المالية إلى بند آخر رئيسي، يعني إجمالي يعني من نفس القائمة. بنعمل كده ليه؟ عشان ده بيديني دلالات وتفسيرات ذات أهمية، كأن يتم معرفة الأهمية النسبية لكل بند. أكيد البند اللي نسبته عالية يبقى البند ده مهم أو ليه أهمية نسبية أعلى من البنود الإيه؟ اللي نسبتها قليلة. وكمان عشان أعرف العلاقات ما بين العناصر والمجموعات الفرعية. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي اجمالي الاصول، بس الاصول دي متقسمه كذا حاجه، في عندي اصول قصيره الاجل، في عندي اصول طويله الاجل، في عندي اصول غير ملموسه، يعني في عندي تفريعات. فانا عايز اشوف التفريعات ديت او التقسيمات دي كلها نسبتها كام الى الاجمالي الاصول مثلا. طيب بتحسب ازاي؟ هي بنشوف كل قايمه بيبقى فيها بند رئيسي كده، تمام؟ يتم قسمة كل بند من بنود قائمة الدخل على صافي المبيعات أو المبيعات ثم الناتج يضرب في 100. يعني لو أنا هعمل تحليل رأسي لقائمة الدخل، يبقى البند الرئيسي في قائمة الدخل هو مين؟ يا إما صافي المبيعات أو المبيعات، تمام؟ أي واحد من دول بيعتبر الإيه؟ البند الرئيسي. أقسم كل البنود عليه وأضرب في 100، أقسم كل البنود عليه وأضرب في 100، هيديني نسبة كل بند إلى البند الايه الرئيسي اللي احنا اتكلمنا عليه. ده معناه ان لما اجي اشتغل بقى في قائمة المركز المالي هيبقى عندي قانون تاني. ليه؟ لان القانون ده هنا ينطبق على مين؟ على قائمة الدخل بس، لان هقسم على المبيعات. في قائمة المركز المالي بيبقى فيه قانون ايه اخر زي ما هنشوف. طيب كمثال على التحليل الرأسي، هنا معطى ايه؟ قائمة دخل لشركة النصر عن عام 2018. هنا بقى في التحليل الرأسي يكفيني بيانات سنة واحدة، مش محتاج ايه سنتين زي التحليل الايه الأفقي. لا، لو عندي الأرقام والبيانات بتاعت سنة واحدة أقدر أعمل للسنة دي أو للقايمة دي تحليل ايه رأسي. ليه؟ لأن أنا شغال كده، أنا شغال ايه، أنا بشوف البنود دي نسبها كام لبعض، مش كده؟ أنا عايز أشوف نسب البنود دي متوزعة ازاي في السنة الواحدة، مش بقارن سنة بسنة زي التحليل الايه الافقي. طيب يبقى انا هعمل ايه؟ نفس الكلام، هنقل تاني المعطى ده، القايمة دي هنقلها تاني وازود عمود هنا هحل فيه زي ما هنشوف دلوقتي. تمام، ادي لحد هنا دي القايمة اللي كانت ايه معطاه. انا زودت العمود ده سميته ايه النسبة. اعمل ايه؟ هدور فين البند الرئيسي بتاع القايمة دي. يعني ايه فين البند الرئيسي؟ يعني دي لو قايمة دخل، يبقى البند الرئيسي حسب القانون اللي احنا قلناه هو صافي المبيعات. هو ايه؟ صافي المبيعات او المبيعات. طب لو عندي الاتنين، المبيعات وصافي المبيعات، ناخد صافي المبيعات. يعني في قوائم قايمة دخل ممكن تكون بادية من اول المبيعات ناقص مثلا مردودات يديني صافي مبيعات. طب كده عندي مبيعات وعندي صافي مبيعات، اعمل ايه؟ هشتغل ان البند الرئيسي هو صافي المبيعات. طيب صافي المبيعات هنا هو البند الرئيسي، يبقى كل البنود اللي تحتيه ديت كل الارقام دي هقسمها على 3000 واضرب في 100. ليه؟ لان هو ده ال 100% بتاعي. ال 3000 دي هي ال 100% بتاعي، هتلاقيها كده اكبر رقم، مش كده ولا ايه؟ ليه؟ لان قائمه الدخل بتبتدي مثلا بصافي المبيعات ناقص 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 لحد ما اوصل لايه؟ لصافي الربح. يبقى اذا هو ده اكبر رقم، يبقى انا هنسب كل البنود وكل الارقام دي الى الرقم الكبير اللي عندي او البند الاكبر اللي عندي اللي بيمثل ايه؟ ال 100%.
يبقى صافي المبيعات ال 3000 ديت هي ال 100% بتاعي. امسك بقى بند بند تكلفة البضاعة المباعة 2655 على او اقسمها على 3000 واضرب في 100 واحط الايه الناتج هنا 88.5%. 345 على 3000 في 100 واحط الناتج هنا، 75 على 3000 في 100 واحط الناتج هنا، 270 على 3000 في 100 واحط الناتج هنا، وهكذا كل الارقام ديت هعمل فيها نفس الحركة لحد ما اوصل لاخر بند عندي اللي هو ايه صافي الربح. طيب انا كده استفدت ايه، او ايه معنى الحسبة اللي انا حسبتها دي، او ايه معنى التحليل الرأسي؟ معناه حاجات كتير. ان مثلا بصوا معايا كده، صافي الربح طلع كام؟ طلع 4%. يعني ايه 4%؟ يعني المبيعات اللي انا بعتها دي اللي هي 100 100 100% بتاعتي، انا قدرت احقق منها صافي ربح 4% بس. طب تعال نرجع للارقام كده، بصوا احنا بايعين بكام؟ الشركة دي بايعة بكام؟ ب 3000 جنيه. صافي الربح اللي هيخش جيب صاحب الشركة كام؟ 120 جنيه فقط. طب ده ينفع؟ دي نسبة مقبولة؟ لا طبعا، دي نسبة ضعيفة جدا. يبقى أنا لما عملت تحليل رأسي لقيت إن صافي الربح نسبته 4%، نقدر نقول إن دي نسبة لصافي الربح من المبيعات غير مقبولة ونسبة ضعيفة جدا. طب إيه اللي أدى لكده؟ ليه النسبة دي أنا بادئ هنا 100%، إيه اللي وصلها 4؟ لو وصلها 4 ان مبدئيا كده بصوا في 88.5% في بند واحد اسمه ايه؟ تكلفة البضاعة المباعة. البند ده كل من المبيعات 88.5% منها، طبعا كتير جدا. فبالتالي مجمل الربح بقى كام من المبيعات؟ 11.5% بس. وبعدين عندي مصاريف تشغيل وعندي فوائد وعندي ضرائب، كل ده قاعد ياكل من المبيعات اللي انا بعتها لحد ما في الاخر وصلنا لل 4% اللي هم ايه صافي الربح. اذا انا لما اعمل تحليل راسي كده فهمت ان اجي اقول ايه، لا يا جماعه ما ينفعش تكلفه البضاعه المباعه تبقى 88.5، لا ده كده اكل من المبيعات بتاعنا المبيعات بتاعتنا لدرجه ان احنا وصلنا ان صافي الربح هو 4% فقط. طبعا مفيش حد صاحب شركة او مستثمر هيقبل ان يبقى بايع ب 3000 ويخش يجيبه 120 فقط، مبلغ قليل جدا. طيب امال ايه؟ ندور بقى، المفروض الادارة تبحث وتشوف تكلفة البضاعة المباعة دي ليه 88.5%. ليه؟ هل مثلا عندي هيدر، المكن بتاعي مكن قديم مثلا فبيهدر كتير، هل العمال مثلا بتوعي بيضيع وقت محتاجين تدريب عشان نقلل مثلا في الوقت، لان الوقت ده معناه فلوس. في اسباب كتير الاداره هتناقشها عشان تفهم ايه تكلفه البضاعه المباعه دي، ليه نسبتها كبيره كده، وليه هي ادت في الاخر الى ان الربح بقى 4%. واضح؟ طيب لو عايزين نعمل بقى تحليل راسي بس لقائمه الايه المركز المالي، احنا خلصنا تحليل راسي لقائمه الايه الدخل. لو عايز اعمل تحليل ايه رأسي بس لقائمة المركز المالي هنعمل ايه؟ هي نفس الحسبة بس هنشوف هنقسم على ايه بقى. يتم قسمة كل بند من بنود الميزانية، كل بند في الميزانية هقسمه على ايه؟ لازم اقسمه على بند رئيسي. البند الرئيسي في الميزانية هو ايه؟ عارفين البند الرئيسي في الميزانية هو الرقم اللي الميزانية موزونة عليه، اللي هو الرقم اللي بيبقى الجانب اليمين قد الجانب الشمال، اللي هو ايه؟ يا اما اجمالي الاصول او اجمالي الالتزامات وحقوق الملكيه، اللي هما نفس الرقم يعني، واضرب في 100. يبقى كل بند في الميزانيه اقسمه على اجمالي الاصول او اجمالي الالتزامات وحقوق الملكيه اللي هما نفس الرقم، اي ميزانيه الرقمين دول يبقوا قد بعض، واقوم ضارب في ايه في 100 عشان اطلع نسبه البند كام، زي ما هنشوف في المثال. طيب ادي مثال اتنين اهو، عندنا ايه قائمه مركز مالي لاحدى الشركات، تمام، ومطلوب ان احنا نعمل تحليل ايه رأسي، تمام. هم انا زي ما حكينا كده هزود عمود هنا هسميه ايه النسبة. فين البند الرئيسي اللي هقسم عليه؟ قلنا يا اما ايه يا اما ايه، يا اما اجمالي الاصول اللي هو هنا 3,700,000 او 370,000، او نفس الرقم اللي هو مين اجمالي الالتزامات وحقوق الملكية 370,000. يعني ايه؟ يعني كل البنود دي هقسمها على الرقم ده، كل البنود دي هقسمها على الرقم ده واضرب في 100 زي ما هنشوف دلوقتي حالا. ده الحل زي ما حكينا، هنعمل ايه؟ هنزود عمود ونسميه عمود ايه النسبة. مظلل لك انا على البند اللي هقسم عليه
وهنضرب في 100 اللي هو بند ايه؟ يا اما اجمالي الاصول يا اما اجمالي التزامات الحقوق الملكيه، وزي ما اتفقنا هما الرقمين ايه؟ الرقمين واحد، الرقمين قد بعض. هنعمل ايه؟ ولا حاجه، هناخد بقى بند بند. النقديه اقسمها على الرقم ده واضرب في 100 احط الناتج هنا. العملة 80,000 على 370,000 واضرب في 100 احط الرقم هنا. 50,000 مخزون على 370,000 واضرب في 100 احط الرقم هنا. صافي الاصول الثابته اقسم الرقم ده على اجمالي الاصول واضرب في 100 احط الرقم هنا. دائنون على الرقم ده واضرب في 100 احط هنا، او اللي تحت. اوراق دفع 30,000 على 370 واضرب في 100 احط الرقم هنا، يطلع 8.1 ايه من 10%، وهكذا. يبقى اذا همسك بنود الميزانيه كلها اقسمها على الرقم اللي الميزانيه قافله عليه او اللي الميزانيه موزونه عليه، اللي هو اجمالي الاصول او اجمالي الالتزامات وحقوق الملكيه، واضرب في ايه؟ واضرب في 100. فمثلا هنلاقي ايه بقى؟ نيجي نمسك الجزء جزء جزء، امسك الجزء بتاع الاصول الاول. فين اكبر نسبه؟ 59.5% نسبه مين؟ الاصول الثابته. ده شيء متوقع، بالذات مثلا لو الشركه دي شركه صناعيه، فبيبقى عندها ايه؟ بيبقى عندها اصول ثابته كتير، مكن ومعدات ومخازن ومباني، مش كده؟ فده شيء متوقع ان الاصول الثابته تبقى نسبتها هي النسبه الاكبر في الميزانيه، تمام؟ يعني 59.5% من الاصول اللي هي 100% بتاعي متراكمه كلها في بند واحد اللي هو ايه؟ صافي الاصول الثابته، خاصه زي ما قلنا ان لو دي شركه صناعيه. طيب وبقيه المية في المية فين؟ والله في 5.4% نقدية، في 21.6 عملة، ودي تاني أكبر نسبة بعد الأصول الإيه؟ الثابتة. طب دي إيه دلالتها؟ والله دي دلالتها ممكن تقول إن الشركة دي عندها مشكلة في تحصيل فلوسها من العملاء. ليه؟ لأن نسبة النقدية ضعيفة ونسبة العملاء إيه؟ عالية. يبقى إذا أنا متراكم ليا فلوس عند العملاء مش عارف أحصلهم وأحولهم إلى إيه؟ الى نقديه. المخزون 13.5، يعني نسبه متوسطه ما فيش مشكله، تمام. نيجي لايه؟ للجزء بتاع الالتزامات. طيب فين اكبر نسبه؟ او الاول ممكن نحكم او نعلق ازاي؟ اشوف مثلا اجمالي الالتزامات لحقوق الملكيه، اجمالي الالتزامات نسبتها طلعت كام؟ 51.3. طب وحقوق الملكيه طلعت كام؟ 48.6. ايه رايكم في الكلام ده؟ الكلام ده يعني ايه؟ مش كويس قوي. ليه؟ لان ده معناه ان الشركة بتعتمد على الالتزامات بنسبة اكبر في التمويل عن حقوق الملكية. احنا عارفين او يعني في التحليل المالي احنا بنبص على الجزء بتاع الالتزامات وحقوق الملكية دي ان هو مصادر للتمويل، انها ايه؟ مصادر للاموال. والجزء بتاع الاصول بنبص له على انه استخدامات للاموال، على انه ايه؟ استخدامات للاموال. يبقى اذا الشركه دي بتجيب تمويل منين؟ 51.3 جاي منين؟ من الالتزامات. و48.6 جاي منين؟ من حقوق الملكيه. طب النسبه دي يعني كده الهيكل ده مظبوط؟ لا مش مظبوط. المفروض يبقى اعتمادي على حقوق الملكيه اكبر، يعني المفروض النسبه دي تكون اكبر من النسبه دي. يبقى هنا ممكن نعلق ونقول ان الشركه تعتمد على الالتزامات وعلى المصادر الخارجية في التمويل عن حقوق الملكية. طب المشكلة فين؟ المشكلة طبعا ان انا بعتمد على الالتزامات، الالتزامات دي لها تكلفة، في فوائد انا بدفعها، تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية ان كده معناه ان 51.3 من هيكل الملكية بتاع الشركة مش بتاعي انا، بملك كده انا يعني في الشركه انا كده مسيطر على كام؟ على 48.6 منها، بس في 51.3 للبنوك وللدائنين والكلام ده كله. فالوضع هنا ايه؟ خطر. المفروض يبقى معكوس، المفروض يبقى النسبه دي اكبر من النسبه دي، تمام. طيب نيجي للنسبه السيئه اللي احنا بنتكلم عليها دي، 51% ده كتير، اللي هو ايه؟ اجمالي الالتزامات. طب الالتزامات تعال نشوف النسبه دي طيب متقسمه ازاي. في 5.4 دائنون، مفيش مشكلة. 8.1 أوراق دفع. 5.4 قروض قصيرة الأجل. لكن 32.4% قروض إيه؟ طويلة الأجل. يبقى أنا مش معتمد بس على الالتزامات، لأ ده أنا كمان معتمد بشكل كبير على القروض طويلة الأجل اللي هي هدفع لها فوائد، هيبقى ليها تكلفة. يبقى
اضعف الايمان كنت ان انا اعتمد بشكل اكبر على مين؟ على الالتزامات قصيره الاجل. ليه؟ لان الالتزامات قصيره الاجل يعني تكلفتها قليله او قد لا يكون لها ملهاش تكلفه اصلا. لكن قروض طويله الاجل دي التكلفه بتاعتها وبدفع عليها فوائد ايه؟ كبيره. ده بالنسبه للايه؟ للتحليل الافقي والتحليل الرأسي للقوائم المالية اللي هي قائمة الدخل وقائمة المركز الإيه المالي. شكرا ليكم، أشوفكم في محاضرات اللي جاية إن شاء الله.